الأمن ممسوك والحكومة على همة، والوزير شربي الأدى وقدود وما لنا غنى عنه بأي حكومة. فأقولكم شو وضعه ببورصة الترشيحات؟ لهالسبب خلونا نستقبل زميلتنا رئيسة قسم الاقتصاد بالام تي في، زميلتنا جيسي طراد أسطون، لتفند لنا أسهم المستوزرين. جيسي بونسوار. بونسوار عادل حبيبتي، تفضل اشرحي لنا يعني الملعب ملعبك. بتعرف اليوم بورصة الأسامي للتوزيرات صارت كتير حامية، أسامي عم تطلع وأسامي عم تنزل. يوم خلينا نحكي بواقع البورصة كيف بيكون بالأسواق العالمية. في عندك بتعرف شركات كتير كبيرة بيكون لها وقت طويل بيتم التداول عليها، أصول عالية، عوائدها، إيراداتها، بتعمل كتير أرباح. هذه الاستثمار فيها بيكون مجدي طويل الأجل، العالم بتحط مصرياتها فيهم وبترتاح. أوكي. اليوم ببورصة التشكيل الحكومية في بعض الأسامي يلي تعتبر بلو تشيبس، يعني الاستثمارات فيها قوية مطمئنة وطويلة الأجل. بلو تشيبس بيقولون هولي؟ بلو تشيبس، مثل مثلا حسين الحاج حسن، محمد فنيش، علي حسن خليل، مستمرين من التسعينات ويبدو انهم لا ما بعرف اي متى صرنا 2014 وبعضهم مستمرين واسهمهم ضاربة ومرتفعة جدا. هن معهم خبر انه هن بلو تشيبس؟ لانه اللون بيفرق عند عرفتي؟ اكيد. اوكي خلينا نكمل. في بعض الاشخاص يلي ما لهم هالتاريخ بالعمل السياسي ولكن يبدو انهم بلو تشيبس لاحزابهم، مثل مثلا الوزير جبران باسيل. جبران باسيل اكسون موبيل التيار الوطني الحر، جديد ولكن استثمار مجدي وطويل الاجل. اوه احلى بلو تشيب عند عمه يعني. 100%. كمان من المستجدين على الحياة السياسية ولكن يبدو أنهم كمان عوائدهم مرتفعة وإيراداتهم عالية جدا، الوزير نقول الصحناوي يلي كمان أسهمه كتير مرتفعة بهالفترة. هيدا حبيب قلبي، معلش كلهم حبيبات. في عنا بالحزب التقدم الاشتراكي وائل أبو فعور، كمان استثمار مجدي طويل الأجل، عوائده ثابتة ومستمر مع الحزب بعد الرفيق غازي ما بقى في غيره. لا الحقيقة يعني رح نشوف اليوم اسم غازي العريضة وين صار بأي خانة بالسوق. أوكي. كمان في عنا طبعا الرئيس المكلف تمام سليم، أسهمه عالية بواقع الحال لأنه مكلف، ومحمد المشنوق يلي رح يكون موزر كمان بواقع الحال معه. في عدنا الوزير عدنان منصور كمان استثمار مجدي جدا، عوائده مرتفعة ومستمر معنا من جماعة البلو تشيبس كمان. ما فينا ولا كلمة يعني. خلينا ننتقل ل في عنا بعد الثانية بالفئة الثانية. طبعا في ثلاث فئات بالأسواق. أوكي. هيدي أول فئة ثابتة جيدة بتطلع لك إيرادات، استثمارات طويل أجل. هيدي عم بتطلع إيرادات منيح. في عنا أسهم المضاربة. أسهم المضاربة هي شركات بتكون جديدة بالسوق. العالم بتشوفها بتفوت عليها، عادة بتكون سعر سهمها بيكون منه كتير غالي. بتفوت الناس بتشتري هالأسهم بشكل كبير، بترتفع الأسهم بيرجعوا بيتخلوا عنها بشكل سريع، بترجع بتقشط كمان بشكل سريع. هاي العملية بسموها عملية مضاربة. واليوم في عنا أسهم مضاربة، هول شو بسموهم؟ في ضغط عليهم بيرجعوا بعدين بيتخلوا عنه، بيرجعوا بيقشطوا، بيرجعوا بيعلوا، بيرجعوا بيقشطوا. هول بسموهم أسماء المضاربة. خليني أسميه أسماء مضاربة. أسماء المضاربة بسوق التشكيل بسوق التشكيل الحكومي. خلينا أعطيك مثلا صديقك معالي الوزير مروان شربل. طبعا حبيب قلبي. 50-50. لا مش 50-50. شو أقولك؟ أنا برأيي بلو تشيبس ولا بيني ستوك؟ أنا برأيي مروان شربل بلو تشيب، ما بتلبق الوزارة إلا له. لنشوف. مع احترامي للجميع بس انه في عنا كمان مثلا عن حزب الكتائب ساسين ساسين وسجعان الأزة كمان 50-50. رامي ريس 50-50 مع وائل ابو فعور. في عنا اشرف ريفي كمان من الاسهم اللي اليوم عم بيتم المضاربه عليها بشكل كبير انا بلاقيه بلو تشيب التوزير الجديد او التوليفه للتوزير الجديد. انا بلاقيه بلو تشيب بس هو ما بده، ما بعرف. في عنا كمان سجعان الأزة، ساسين ساسين، سمير مقبل، رمزي جريج، عادل سجعان إن شاء الله يقبل فيه سامي، خليل الهراوي. يعني أسهم المضاربة كمان كتيرة، لنشوف مين اللي رح ينتقل ليصير من البلو تشيبس إذا بدك. شيف أنطوان شو رأيك فيه؟ شيف أنطوان بلو تشيب نمبر وان. أنا بلاي بلو تشيب. هلأ رح ننتقل إلى إلى الأسهم يلي أصيبت بنكسات بالتشكيل الوزارية الحالية. ايه؟ بالأسواق تسمى بيني ستوكس.
بني؟ بني ستوكس. ليش بني؟ لأنه بني. يعني بني. آه ماشي يعني. هيك. أوكي. في عنا شكيب أردبيوي يلي يبدو أنه اسمه مش كتير متداول. في عنا الوزير فادي عبود، الوزير سليم جريصاتي، والنكس الأكبر عادل أصابت غازي العريضة. أوه ماي جاد. الرفيق غازي. ليش عملت هيك؟ هيدي أسهم قشطت إذا بدك من بورصة التشكيلات. هيدي هول الأسهم القشطة. القشطة. طيب هي الحكومة تعتبر قشطة يعني. إن شاء الله ما تكون قشطة يا عادل. ليه قشطة أوليك؟ ما هيئتهم استثمار مجدي لأحزابهم. ما كانوا بلو تشيبس. كانوا ما هيئتهم استثمار كانوا بلو فيش. إيه؟ كانوا بلو فيش. 100%. تبعت. بعت فيه؟ بعت فيه؟ بعت فيه. لا كمل يا شاب. حلوة الصورة حدو. أحلى ظلمة. بس شو خصو راغب علامة؟ شو قولك شو له حظوظ؟ بس أنت عم تسألني عن تشكيل الوزارية عادل بلبنان ولا بالإمارات؟ آه. حظوظه بالإمارات أعلى. قولك؟ أكيد. طال عمره له فقدة. الوطن اشتغل. بس بيلبق له مثلا وزير خارجية. ايه بيلبق له. ليش لا؟ ايه. وبدي اسألك عن ضيفنا، ضيفنا شو رأيك اسهمه كيف؟ مع الوزير وقيام وهاب. مع الوزير وقيام وهاب يبدو انه مش عجبته قصة السوق لأنه فيها افصاحات مالية وذمة مالية وإيرادات وكل هاي المواضيع اللي لها علاقة بالمال، ففضل انه يضل برات هالأجواء. هلا بنتأكد من بعد ما نستضيفه. جيسي تراد أسطون، أهلا وسهلا فيكي. مرسي عادل. Hello, please.